المكان الأكثر توتراً في الضفة الغربية هو البلدة القديمة في الخليل، فمنذ سنوات والبلدة شبه فارغة، فتحرشات المستوطنين ودوريات الجيش الإسرائيلي جعلت الاحتكاكات يومية. وسط هذا التوتر، مجموعة من الأجانب يرتدون قبعات حمراء يتجولون في المدينة لحماية الأهالي. بعضهم جاء من الولايات المتحدة، وفي نقطة التماس حيث الحرم الإبراهيمي يتمركزون يومياً. نقف هنا في الصباح للتأكد من أن طلاب المدارس لديهم الحق في العبور، ففي مرات عدة تفتش حقائبهم وقد يتحرش بهم الجنود، وما هم إلا تلاميذ مدارس. هذا الجندي لم يكن راضياً بوجودنا، ولكن درو الأمريكي أكد لي أن هذا الإزعاج لا يقارن مع ما يعيشه أهل المدينة. أزقة البلدة القديمة الضيقة ليست آمنة، المستوطنون المتشددون يرمون الحجارة والقاذورات على المرة. هذا المقهى لا يربح كثيرا، فهو مكان التجمع للنشطاء مع الأهالي الذين يبلغونهم بالتحرشات والاعتقالات التي تجري. بيساعدوا كثير في إعادة إحياء الحياة للبلدة القديمة من خلال منع استفزازات الجيش، ومنعهم الجيش لما بيشوفوا أجانب بخافوا وما بتصرفوش بحدة مع المواطنين. أولئك الأجانب يعيشون في الخليل، وهذا المنزل المتواضع هو غرفة عملياتهم، حيث يسجلوا ما يحدث ويرسلوا تقارير وصور الاعتداءات. تجولت هنا في مدينة الخليل مع بوليت، وهي معلمة أمريكية من ولاية أوهايو، وهي هنا منذ عام كامل، ويبدو بأنها ليست غريبة عن مدينة الخليل، تعرف الكثير من الناس وتعرف دقائق ما يجري في هذه المدينة. بعض النسوة صممنا على البقاء في البلدة القديمة وعدم مغادرتها، فأكثر من ثلثي السكان غادروا، وبوليت تحاول تخفف عليهم. أشعر أن الناس لديهم مشكلة مع حكومتنا، ولكن عندهم أمل بأوباما رغم أنه لم يلبي طموحاتهم. ولا أشعر بأي كراهية لأنني أمريكية، لأن الفلسطينيين يحبون الشعب الأمريكي ولكن ليس حكومتنا. المستوطنون يسيطرون على بعض المنازل داخل البلدة القديمة، ومنذ سنوات طويلة يهاجم بعضهم الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي أحياناً يحاول الفصل بين الجانبين عن طريق تقسيم التجمعات وإغلاق بعض الأزقة والأروقة. أحمد البديري، BBC، من البلدة القديمة في الخليل.